لو الحكاية فيها إن فيتو. كل سنة وحضراتكم طيبين وكل طلبة الثانوية العامة بخير وسعادة ومبروك الأجازة اللي للأسف هتخلص بدري السنة دي علشان خاطر التنسيق الحكومي هينطلق يوم 3/7 مش شهر الجاري. حبينا نقول لحضرتك إن إحنا في فيتو هنقدم لك خدمة جديدة، هنطلق لأول مرة موقع إلكتروني يشمل كل تفاصيل التنسيق الحكومي سواء كان الجامعات الخاصة أو الجامعات الحكومية أو المعاهد التي تتبع وزارة التعليم العالي اللي منها حكومي واللي منها خاص. وكمان هنقدم لحضرتك خدمة جديدة بالصوت والصورة، ومن خلالها هنستقبل أسئلة حضراتكم على صفحتنا على موقع التواصل الاجتماعي اللي هتكون تشمل استفسارات هنوصلها للمسؤول عن التنسيق في وزارة التعليم العالي ونجيب لحضرتك الرد برضو بالصوت والصورة. احنا عندنا كل التفاصيل اللي حضرتك هتحتاجها سواء كانت شهادة الثانوية العامة او الدبلومات الفنية او الشهادات المعادلة او طلاب الثانوية الازهرية. ما تخافش، احنا بنوعدك مش هنسيبك من الثانوية للكلية. ايه نظام التنسيق اللي حضرتك هتتعامل بيه؟ نظام التنسيق ده نظام الكتروني، وزارة التعليم العالي عاملة سيستم بتشرف عليه كلية الهندسة بجامعة القاهرة. السيستم ده حضرتك هو اللي هتتعامل من خلاله، هيبقى حلقة الوصل بينك وبين وزارة التعليم العالي. يعني ايه سيستم؟ يعني كل اللي حضرتك محتاجينه منك جهاز الكمبيوتر اللي عندك في البيت وخدمة الانترنت، لا تروح ولا تيجي. هتدخل على جوجل هتكتب التنسيق الحكومي، هيطلع لحضرتك بوابة الحكومة المصرية. البوابة الحكومة المصرية دي عليها فولدر خاص بتنسيق الجامعات، هتضغط عليه هيفتح لك التنسيق الالكتروني الخاص بكل مراحل التنسيق الجامعي. اول فولدر خاص بطلاب الثانوية العامة، حضرتك هتلاقي عليه كل اللي انت محتاجه كطالب ثانوية عامة من تسجيل الرغبات وشروطها وترتيبها وازاي تحول من جامعة لجامعة. الفولدر الثاني خاص بطلاب الازهر، كل من هو حاصل على ثانوية ازهرية وعايز يدخل معهد ازهري او يدخل جامعة ازهرية هيلاقي كل الشروط موجودة بتنسيق السنة اللي فاتت وفين يقدم ويشتري الملفات. الفولدر الثالث خاص بطلاب الشهادات الفنية اللي هم حاصلين على الدبلومات سواء كان دبلوم زراعي او صناعي او تجاري والكليات المتاحة ليهم ونسب قبولهم بكل كلية. الفولدر الاخير خاص بطلاب الشهادات المعادلة، وهم دول الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة من خارج مصر. كل ده حضرتك بنوفره لك من خلال خدمتنا الجديدة اللي بنطلقها في اكبر موقع الكتروني عندنا في فيتو تنسيق 2018. خد بالك ان وزارة التعليم العالي هتبدأ السنة دي التنسيق بدري، يعني يوم 3/7 الجاي هتنطلق اختبارات القدرات بالكليات العملية اللي بتتطلب اجراء اختبار لكل طالب قبل ما يلتحق بيها. والكليات دي هي التربية الرياضية والتربية النوعية والتربية الفنية والتربية الموسيقية وبرضو الفنون الجميلة والفنون التطبيقية، وكل كلية من دول ليها شروطها. وعايز انصحك نصيحة، خد بالك انت لو مش حالل كويس في امتحان الثانوية العامة تقدر تلتحق بكلية من الكليات دي. يعني حضرتك تشوف الكليات اللي من دول بتنزل مرحلة تالتة ايه وتقدم عليها اختبار فورا ما تفكرش. كلية زي التربية الرياضية بتوصل كل سنة للمرحلة التالتة، التربية النوعية زيها والتربية الموسيقية زيها والتربية الفنية زيها. بتفكر ليه؟ ما انت قدامك فرصة تدخل كلية جامعية في جامعة كبيرة، قرر وده مصيرك. ركز، لو عايز تقدم في اختبارات القدرات هتعمل ايه؟ هتدخل على موقع التنسيق الالكتروني، هتملى بياناتك في اختبارات القدرات وتكتب الكلية اللي انت عايز تعمل فيها الاختبار، تمام؟ وتنتظر، هتاخد الميعاد بتاع الاختبار، هتروح في اليوم المحدد ليك الكلية اللي انت هتعمل فيها اختبارك. هتسدد الرسوم كام؟ 350 جنيه بس، هتدفعش جنيه زيادة لحد، تمام؟ هتأدي الاختبار وتروح وتنتظر إعلان النتيجة. إمتى؟ نهاية الشهر الجاري. عايز تنجح في اختبارات القدرات؟ لازم تجهز نفسك من دلوقتي. كل كلية ليها شروط مطلوبة. يعني إيه؟ كلية التربية الرياضية وانت رايح تختبر فيها لازم تعرف انت هتاخد مع حضرتك ايه، هتاخد مع حضرتك الادوات اللي هتعمل بها الاختبار. ايه هي؟ حضرتك لو هتعمل اختبار في السباحة عشان انت بتعرف تعوم هتاخد معاك المايو، لو هتعمل اختبار كرة قدم هتاخد معاك شورت وفالينة وكوتش، وهكذا على باقي الالعاب. حضرتك لو رايح تعمل اختبار في كلية التربية الفنية لازم تبقى معاك مجموعة الالوان والادوات اللي هترسم بيها. طب لو رايح كلية التربية الموسيقية وهتعمل اختبار على آلة انت بتعرف تتعامل معاها، يبقى من دلوقتي تقوم تعمل اختبارات عليها وتاخد بالك في كل حاجة بتعملها. خد بالك الفرصة بتيجي مرة واحدة بس والاختبار ما بيتعدش، ولازم تركز ان في اختبار السنة دي وزارة التعليم العالي عاملاه علشان كل طالب ينجح في الاختبارات وهو
اختبار الذكاء، ركز وانت بتتسأل في كل كلية انت عايزها. خد مني نصيحة، مفيش حاجة اسمها كليات قمة، خلصت. النهاردة القمة اللي بيحددها سوق العمل، يعني حضرتك لو محلتش كويس في الثانوية العامة ممكن تدخل كلية انت اللي عايزها وانت اللي حبيبها. المهم تجتهد وتذاكر وتطور نفسك. يعني مثلا كلية زي التربية الرياضية، انت هناك بتدرس حاجات كتير جدا ممكن توصلك للعالمية. ازاي؟ كلية التربية الرياضية فيها 3 تخصصات، منها تخصص التدريس، واللي عايز يبقى مدرس بيدخل التخصص ده، ومنها تخصص التدريب. لو نفسك تدرب اي لعبة من كل الالعاب المتاحة ليك جوه الكلية، حضرتك بتذاكر كويس، بتدرس المناهج المحددة في القسم بتاع التدريب، وده بيأهلك على طول لتدريب اي لعبة انت حبيبها، ومحدش عارف يمكن تطلع تدرب فرقة برا مصر. النظام الثالث او الشعبة الثالثة، وهي شعبة الادارة. محمد ثابت المصري اللي شارك في تنظيم كاس العالم ده راجل دارس ادارة رياضية ومصري زينا زيه، مفكرش يدخل كلية قمة بس وحلم وقف عندها، لا، دور على ذاته وبنى نفسه. كليات القمة النهاردة ما بقتش هي المقياس، وده الاتجاه اللي الدولة بتعمله خلال السنين الجاي. يعني حضرتك هتتفاجئ بعد كده ان الطب ممكن ياخد من 97% مش ياخد من 98%، وهتلاقي كلية زي كلية التربية رتمها بيعلى، كلية زي التجارة رتمها بيعلى. سوق العمل هو القمة، ركز، ده مستقبلك وده مصيرك، محدش بينفع حد، طور ذاتك هتنجح. استنونا زي ما وعدناكم متواصلين طوال فترة التنسيق من الثانوية للكلية. كل سنة وانتم طيبين.